لم يصمد هدوء الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب طويلا، فالجلسة التي تعقب على الكلام فيها نواب قوى 14 من أذار في الأوراق الواردة شابتها مداخلات من العيار الثقيل، بدأت منذ تولي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الكلام الذي رد فيه على مداخلة النائب مروان حميدي. فحميدي وفي كلمته تساءل ماذا يبقى من شهامة وكرامة وحرمة الدولة عندما يختطف مناضلون سوريون وتخفيهم جهات أمنية قبل أن تسلمهم للتصفية، وماذا يبقى من شهامة وكرامة لبنان عندما يعتدى على طلاب يحتفلون بذكرى ميلاد شهيد لهم في الجامعة. وتوجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول يا دولة الرئيس، يا صديقنا أستاذ نجيب، أوقفوا هذه المجزرة، أوقفوا عملية إلغاء لبنان قبل أن يستفحل الأمر إلى حد الانهيار الكامل للبلاد. كلام حميدي استدعى إذن ردا من فضل الله الذي تساءل هل باتت ذاكرة بعضهم مفقودة، وأين كانت كرامة هذا البعض عندما استهدف العمال السوريون عام 2005؟ وتعليقا على حادثة جامعة الأيو سأل فضل الله هل باتت قريتم مربعا أمنيا ومحمية عصية على الدولة وأجهزتها؟ الأمر الذي استفز حميدي فرد بنبرة حادة وبأعلى الصوت الكل يحكوا عن مربعات أمنية إلا حسن، هلأ صارت قريتم مربع أمني والبلد كله فيلت، هن شهود الزور. لم يكتفي فضل الله بالكلام داخل جدران القاعة، بل ترك الجلسة منعقدة وخرج ليكرر ما قاله في الداخل للصحفيين. ما حصل هو أمر خطير، أن يعتدى على الطلاب من خارج الحرم الجامعي ومن قبل جهات حزبية لديها مربع أمني هناك يمنع على الدولة أن تدخله أو تتخذ أي إجراءات فيه. كان في ما يسمى مربعات أمنية في الضاحية الجنوبية دمرتها إسرائيل، وما بعرف إذا هذا بسره لزميلنا أو ما بسره، لكن اليوم ليس هناك مربعات أمنية ورأينا نموذج منها بالأمس. في الضاحية الجنوبية يتم هذا غير صحيح على الإطلاق. القوى الأمنية تدخل إلى أي مكان في الضاحية الجنوبية وتقوم بإجراءاتها، وعلى كل حال أنتم إعلاميين تقدروا تروحوا على الضاحية وتشوفوا هذا الأمر بأم العين. أما ما يلفق تعودنا بلبنان على شهادات الزور وشكرا. بعدما علت أصوات النواب محدثة بلبلة في القاعة، تدخل الرئيس بري لفض الإشكال وتهدئة الأجواء. هدوء لم يستمر طويلا أيضا هذه المرة، فإشكال آخر وقع بين عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار وعضو كتلة المستقبل النيابية عمار حوري على خلفية مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية ملكية بعض العقارات، إذ تحدث عمار عما أسماه استباحات شركة سوليدار، واصفا العاصمة بيروت بالمغتصبة حقوقها، وقال ساخرا استقدموا لنا الداونتاون لأن اللصوص يحبون الداون، ما استدعى ردا فوريا من حوري الذي قال بصوت عالي النبرة بيروت اغتصبت نعم ولكن في 7 أيار. وأمام هذه المشادة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، دخل الرئيس بري مجددا على الخط وقال اغتصبنا جميعا عام 1982 وكلنا تاريخنا تشوبه الهفوات. ومن أبرز الكلمات خلال الجلسة كلمة النائب أكرم شهيب الذي قال نعلم جميعا أنه ليس هناك أشباح أو صحون طائرة في البلاد نزلت وخطفت المعارضين السوريين، منتقدا أنصاف الأجوبة غير المقنعة التي قدمها القضاء اللبناني. النائب أحمد فتفت تساءل من جهته هل أصبح الخطف موضة، وتساءل أيضا عن أسباب طرد أكراد سوريين من برج حمود، وسأل أين الحكومة من كل ما يحصل، معتبرا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، في وقت رد النائب أجوب بكرادونيا مؤكدا أن لا خلفيات سياسية لما يحصل في برج حمود، إنما الهدف وقف التعديات على المواطنين، مؤكدا أنهم والشعب الكردي متفهمون. أما على صعيد اقتراحات ومشاريع القوانين التي كانت مدرجة على الجلسة، فكان لافتا إحالة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون، والرامي إلى أعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية على لجنة الإدارة والعدل لوضع صيغته النهائية بعدما جرى نقاش مطول بشأنه. اليوم أكثر من اقتراح لا تكتل التغيير والإصلاح وعدد من الاقتراحات الأخرى باللجان
تم إقرارهم. نعتبر أنه كان يوم مهم جدا تشريعيا ومميز. أما مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة للإنفاق والذي وزعه الرئيس بري خلال الجلسة، فاعترض عليه السنيورة الذي طلب مهلة لدرسه، فوضعه بري جانبا ليرحل إلى الجلسة المقبلة، علما أنه وفور انتهاء الجلسة عقد اجتماع ثلاثي جمع بري وميقاتي والسنيورة لمتابعة البحث بالموضوع، وتبين نتيجة هذا الاجتماع موافقة الأطراف على المشروع شرط التدقيق به. مثل ما هلا بدنا مطروح أنه يوصل إلى إقرار إنفاق 8900 زيادة عما ما هو مرصود بموازنة 2005، كذلك في السنوات الماضية يلي حكى فيها موضوع 11 مليار دولار. صحيح أنها من المرات النادرة التي يناقش فيها جدول الأعمال كاملا في الجلسة التشريعية، إلا أن أسئلة النواب بشأن الوضع الأمني وتحديدا في موضوع خطف المعارضين السوريين وخطف الإستونيين لم يلقى الجواب الشافي في هذه الجلسة، لذلك حددت جلسة أسئلة وأجوبة في 15 أو في 16 من الشهر الحالي بعد عيد الأضحى. من ساحة النجمة جويس عائي.